ناس يمكن أن تراهم في موقع سياحي. السواح. شيء في السماء لا تراه في النهار. النجوم. من مكونات سلطة الباذنجانية. الباذنجان. شيء نستخدمه بدل التوقيع. البصمة. فنان عراقي لقبه البصري. باص. فنان عراقي لقبه البصري. محمود البصري. مع الأسف. مع الأسف خلص الوقت. وأدنى كم اسم بصري أكثر من فنان. أكثر من فنان. هسه راح نشوفهم بعدين نقول عنهم. تفضل خلينا نشوف. إجابات أتمنى أن تكون دقيقة، وهي أنا قسم فعلا شفتها دقيقة، لكن السؤال الخامس مع الأسف. صحيح. يعني أكو أسماء لامعة في تاريخ الفن حمل لقب البصري. السؤال الأول كان ناس يمكن أن تراهم في موقع سياحي. قلتي السواح. السواح السياح اللي موجودين خلينا نشوف. وكانت حلو 30 نقطة، رائع. السؤال الثاني كان شيء في السماء لا تراه في النهار، وقلتي النجوم. والنجوم أيضا 25 نقطة. 55 الآن مجموع السؤال الثالث من مكونات سلطة الباذنجانية. قلت الباذنجان وهو صح، أكيد صح. 31 نقطة. 86 المجموع. باع شلون درجات حلوة. السؤال الرابع شيء نستخدمه بدل التوقيع. قلت البصمة. البصمة. والبصمة صح. السؤال الأخير مع الأسف 32 نقطة. المجموع 118 مع الأسف. السؤال الأخير ما جاوبت عليه اللي هو كان فنان عراقي لقبه البصري. وما أدراك بعض الأسماء بعدين أقولها. شكرا جزيلا. 118 نقطة. تفضلي.